الحمد لله، الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، إن أناس كثر يفهمون هذه الآية على غير فهمها ويضعونها في غير موضعها ويستدلون بها على كل مكروه وحزن ومصائب، ويعرضون عن الأمر المحبوب، مع أن الآية تعني الحسنة والسيئة، الخير والشر، الفرح والحزن. فكسب الحلال إذا كسبته هو مما كتبه الله لك، الزوجة مما كتبها الله لك، العمل مما كتبه الله لك، السفر مما كتبه الله لك، الخير كله مما كتبه الله لك، وكذلك المكروه. فما يصيبك من مكروه فهو مما كتبه الله لك، ولا دخل لأحد فيه. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، كلمات فاحفظها، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. إلى أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لك وعليك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أصبت بنعمة فهي مما كتبه الله لك، المعافاة والعافية في البدن مما كتبه الله لك، المرض مما كتبه الله عليك، الأولاد الطيبون مما كتبهم الله لك، الأولاد السيئون مما كتبهم الله عليك، بعد الأخذ بالأسباب. فإذا أخذت بالأسباب وأصبت ما أصبت به فقل: هذا مما كتبه الله لي أو علي. فكن على يقين وكن واثقا بربك أنه ما يكتبه لك أو عليك
هو خير لك. لذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، مع أن المرأة قد يصاب بالضر والشر، ولكن لك في مصلحتك لمنفعتك. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، كل ما يصيبه فهو خير، إن أصابه خير فشكر الله عز وجل فهو خير له، وإن أصابه ضر فصبر فهو خير له. ولا بد أن توقن في ما كتبه الله لك وتستسلم له ولا تنزعج. تأمل وتأملوا، لو أن المرأة لا قدر الله حبس على ذمة التحقيق وينتظر هذا المرء وهذا المحبوس جلسة حكم، فيكون فزعا قلقا، هل سيحكم لي أو علي؟ فالمرء المتوكل على الله عز وجل الواثق بربه لا يقلق أبدا، لأن عقيدته راسخة ثابتة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وتأملوا أيضا، لو أن الخلق هم الذين يقسمون النعم والنقم والخير والشر والحسنات والسيئات، حينئذ ستقلق. لو أن الخلق لهم دخل في حياتك في سعادتك أو شقائك ستقلق، لأنهم سيوزعون الخير والشر على حسب أهوائهم ونزعاتهم، ولكن الله ترك الأمر له وحده سبحانه وتعالى. يحكى أن سليمان عليه السلام مر على نملة وسألها، وكان يفهم منطق الطير والحشرات والحيوانات، أعطاه الله هذه الخاصية لسيدنا سليمان عليه السلام، فسأل النملة كم تأكلين من حبة الحبوب في العام؟ فقالت حبة واحدة، آكل حبة واحدة في العام. فحبسها وأعطى لها حبة شعير، فلما اكتملت السنة فإذا به يراقب الوضع، هل أكلت الحبة؟ فرأى أن النملة قد قسمت الحبة نصفين، أكلت نصف حبة وأبقت على الأخرى، فقال لها ألم تقولي أنك تأكل حبة واحدة كاملة فإذا بك أكلت نصف حبة؟ فقالت لا، كنت آكل حبة كاملة حين علمت علم اليقين أن الذي يرزقني هو الله والله لا ينساني، أما أني علمت أن الرزق مر على يديك وأنت الذي قدمت لي حبة فخشيت أن تنساني في حبس هذا فأموت جوعا. الله لا ينسى عباده، لا ينساك، ولو تألمت بفقرك، ولو تألمت بألمك، ولو تألمت بمرضك، ولو تألمت بحاجتك، الله ينظر إليك ويعلم حالك وتيقن أن الله سيرفع ما بك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لماذا تسلم لله عز وجل؟ لأنه مولانا.
أتعرفون من هو المولى؟ مولانا أي سيدنا ومالكنا وناصرنا. ومولانا لا يخذلنا، ومولانا لا يتركنا للهزائم، ولا يتخلى عنا، ولا يسلمنا لأن نكون أذلة ما دمنا متمسكين به سبحانه وتعالى. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إذا عرفتم هذا وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه، اعتمدوا عليه في السر والعلن في كل شيء صغيرة وكبيرة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن توكل على الله كفاه، توكل عليه في حياتك الله يكفيك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن ييسر أمرنا، وصلى الله على سيدنا محمد وحمد الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما كتب الله للإنسان له أو عليه، فيقول: هذا قد قدر وكتب في الأزل، إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى الشوكة تشاكها فقد قدرها الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلما الفزع؟ تفزع وأنت مريض، تفزع وأنت بحاجة إلى مال، تفزع ولك قلق في الحياة، مشاكل في الحياة الزوجية، في الحياة الأسرية، مع الناس، مع الجيران، مع الأصدقاء. لا تفزع، خذ بالأسباب واترك الأمر لله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، واعلم أن هذا كان مقدر عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير حيثما كان. اللهم اكتب لنا الخير حيثما كان، وأبعد عنا الشر يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الشر، اللهم أبعد عنا الضر، ما ظهر من وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ويسر أمورنا.